اهلا بحضراتكم مره تانية، بنصبح عليكم في صباح الخير يا مصر. النهارده العالم كله بيحتفل باليوم الدولي للا عنف. المناسبه دي هدفها نشر رساله اللا عنف في المجتمعات عن طريق تعليم وتوعيه الجمهور. عشان كده احنا النهارده في صباح الخير يا مصر هنكتب روشته نحاول من خلالها نعالج الاخطاء المجتمعيه داخل الاسره واللي بيقع فيها في الحقيقه كتير من الناس. الروشته دي هتكتبها لنا النهارده الدكتوره هاله منصور، استاذ علم الاجتماع بجامعه بنها. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا حضراتكم جميعا، وصباح الخير على مصر كلها. صباح الخير على حضرتك دكتور. يعني النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للا عنف، اشرحي لنا الاول اليوم ده يعني ايه هدفه وايه فكرته، ايه ممكن تبقى بنشوف ايه وسائل عنف او ايه اللي بيحصل داخل الاسره؟ في الحقيقه المجتمع العالمي كله بدا يعاني من حاله من ارتفاع معدلات العنف بدرجة كبيرة، سواء العنف المجتمعي اللي بينعكس فيه ارتفاع معدلات الجرائم وارتفاع المشكلات سواء داخل الأسر أو خارج الأسر، العنف الدولي من خلال سيطرة بعض الدول على دول أخرى، عنف الحروب وانتشار الحروب والصراعات السياسية والصراعات الحربية في العالم بدرجة كبيرة، عنف مترجم في أشكال كتيرة جدا خلت أن المجتمع كله العالمي بدأ يشعر بخطورة هذا العنف وانعكاساته على حياة الإنسان وعلى سعادة الإنسان وعلى سعادة من يمارس العنف أيضا ومن يمارس ضده العنف. ومن هنا بدأ أنه طب محتاجين يوم للعنف عشان ننتبه لقوة العنف والتأثيره السلبي على المجتمع، لأن في الحقيقة عمل يوم لأي ظاهرة لتسليط دائرة الضوء عليها بحيث أن احنا ننتبه لخطورة هذه الظاهرة، أو ساعات بتبقى في أيام تكريم بحيث برضو تسليط الضوء على بعض الممارسات الإيجابية بحيث أن يبقى هذا اليوم في درجة من التكريم أو من الاحتفالية. لكن اللا عنف معناها انتباه المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية إلى زيادة معدلات العنف وإلى خطورة العنف سواء كان عنف مادي أو عنف معنوي أو عنف اجتماعي، كل دي أشكال من العنف لابد من مقاومتها والحد من انتشارها بدرجة أكبر. هما بيرمزوا ليه كمان بمسدس معقود المقدمة. يعني كفاية يعني خلي العنف متفرمل بقى يعني طيب عايزين نعرف من حضرتك إيه الأخطاء المجتمعية اللي ممكن تولد العنف؟ هي مش أخطاء مجتمعية زي ما بقول لحضرتك، هي حالة صراع. دايما عندما نختلف، الاختلاف حالة صحية، لازم الكل يختلف على مستوى المجتمعات، على مستوى الأشخاص، على مستوى الإنسان حتى مع نفسه. ما لم يختلف مع نفسه لن يتطور، لأن الاختلاف هو سر التطور. بس لازم نحافظ على أنه يكون اختلاف وليس خلاف، يعني لازم نجيد التعامل مع المختلفين في الحالة وفي التفكير وفي الطموح وفي القدرات وفي كل حاجة بحيث أن احنا ناخد من كل شيء أفضل ما عنده. لو حرف التاء ده بتاع الاختلاف اختفى بيتحول إلى خلاف، وفي حالة الخلاف بننحي التفاهم جانبا وبيتحول العلاقة إلى صراع. الصراع ليه أدوات من العنف كثيرة جدا، منها عنف معنوي، تأثير الضغوط وعدم الاحترام الآخر، عدم السماح للآخر بأنه هو يمارس حياته بشكل طبيعي زينا، عدم تقديره إنسانيا ومعنويا واجتماعيا، ده بيبقى عنف معنوي. في عنف مادي اللي هو التأثير المادي والصراعات المادية سواء كانت بقى بالإيد ولا بالأسلحة ولا أشياء كثيرة جدا. في عنف مجتمعي إنه الإنسان يشعر بالقهر المجتمعي وعدم حصوله على قيمة ذاته وعدم قدرته على تقدير ذاته. كل أشكال العنف دي بتظهر في حالات الصراع، عشان كده لازم نحافظ على انه العلاقه تكون بيننا كلنا اختلاف وليس صراع. ودي اول نقطه في روشتة. يعني خلي العلاقه تنافسيه، خد من الشخص اللي عاجبك وابعد عن اللي مش عاجبك. مع نفسك ما تحولش العلاقه مع نفسك لصراع، عايز تلحق وعايز تاخد وعايز تاخد وعايز تعمل وعايز تعمل، وما تلحقش تدي نفسك فرصه للاستمتاع باللي انت حتى بتحققه. فبتتحول العلاقة من علاقة اختلاف، يعني اختلاف مع نفسي، يعني شايفة أنا ناقصني حاجة عايزة أكملها أو عندي حاجة عايزة أغيرها،
فببتدي اخدها بشكل ودي، بشكل فيه تدريجيه، بشكل فيه هدوء. دي نقطه مهمه، يعني الانسان يختلف مع نفسه. طبعا عشان يتطور. ما هو انا لما اجي اقول لك انا هايله وعظيمه وما حصلتش وجبت كل حاجه وما عنديش اي اخطاء، صحيح. تبقى بدايه النهايه بالنسبه لي، لكن لازم ادور اكتشف ايه اللي ناقصني وعايزه اكمله، وايه اللي عندي عايزه اغيره. بس لو خدتها بحاله صراع هبقى مش راضيه عن نفسي، مش حاسه بقيمتي، مش قادره استمتع باللي انا فيه. انما لو خدتها بصيغه التنافسيه يبقى انا الحمد لله زي الفل، بس بكره هكون احسن. انا كويسه بس محتاجه كذا عشان اكون احسن. المفهوم ده بقى يكون على كل اللي حوالينا. متحاولش تغير انسان بانك تكسره، لا، حاول تقنعه ان هو محتاج تغيير. ما تعترضش على شخص اعتراض مباشر وتعنفه، لا، لازم امدحه الاول وبعدين عنفه، اللي هو ايه، كلامك معقول بس عندي وجهة نظر تانية، انت بتفكر كويس بس تصرفك ده ما كانش مظبوط، بحيث ان انا ما احطش ذريعة العنف. لانه في الحقيقة اول ما اقول لحد انت غلط، انت مش مظبوط، انت مش كويس، حطيت جدار بيني وبينه، وبستدعي فيه عملية رد الفعل العنيف او العدوانيه او محاوله التبرير. بالظبط كده. فهنا لازم نحاول ندخل من الحته، ما بحبش مثلا حد بشتغل معاه مضطر اشتغل معاه، لازم ادور على اي حاجه ايجابيه فيه وابص له من خلالها، لان لو فضلت بصل سلبياته هيبقى عندي عدم رغبه في التعامل معاه، فممكن امارس عليه عنف معنوي يعني، عاكس او بالتاكيد في تصرفاتي بشكل بالضبط عام، او امارس على نفسي عنف وضغوط عشان اعرف اتعامل معايا. داخل الاسره ساعات الام تيجي مطحونه في الشغل وصراع ادوار وعايز تلحق تعمل ده وتعمل ده وتعمل ده، فبتعمل ده بتوتر وتخلي ده ينعكس على اولادها، ما ترجع تقول لك قوي بقى الاولاد عندهم عنف. ما حضرتك اللي اتعاملتي معاهم بعنف. مهم قوي يا دكتور النقطه اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي، لانه كتير من الامهات حتى اللي لسه صغيرين في بدايه حياتهم بيقولوا لي دايما لما بتكلم معاهم بيقولوا لي احنا عصبيين جدا مع اولادنا. زي ما حضرتك قلتي بتبقى لسه راجعه من الشغل وعندها الاولاد في البيت وعندها المذاكره وعندها حاجات كتيره جدا، لكن ده مش معناه ان هي تطلع الضغط اللي هي بتشوفه بالزبط على مدار يومها على الاولاد. فتنصحيهم بايه؟ يتعاملوا ازاي بطريقه اهدى؟ بلاش اولا تمارس على نفسها ضغط، لانه ساعات الضغط بيبقى العنف ضد انفسنا. يعني بنقول لها رتبي وقتك، رتبي مهامك بدرجه كبيره، وما تحمليش نفسك اكثر مما يجب. يعني اشركي الاخرين معاكي في الاعباء، نظمي الوقت، نظمي الاعباء، ادي مساحه لنفسك بحيث انك تعيدي بيها علاقتك مع نفسك. اقعدي لو لقيتي نفسك منفعله اكتر من اللازم ادي نفسك 5 دقائق كده بريك، اقعديها مع نفسك، حاولي تهديها، حاولي تدلعيها شويه، بحيث ان ما تمارسيش عنف على نفسك، عشان العنف ده هينعكس على اللي حواليك بدرجه كبيره. طب الاولاد هيعملوا ايه بقى بعد كده؟ هو حالة العنف معدية، كل حاجة على فكرة، المشاعر الإنسانية معدية، حتى الحب معدي، حتى الكآبة معدية، حتى التفاؤل معدي، بس كل واحد العدوى على حسب أجسام المناعة. يعني إيه؟ يعني لو واحد عنده مثلا إنفلونزا ولا حاجة وجي قاعد في وسطينا، مش هيعدينا كلنا، اللي عنده استجابة للعدوى سريعة هو اللي بيتعدي، اللي عنده مناعة ما بيتعديش. بالنسبة بقى للأولاد في العنف، ممكن ساعات يردوا العنف بالعنف، وبعد شوية كأنهم أخذوا المصل ده، فتلاقي حضرتك هو بيرد على العنف بالبرود، فيزيد عنف الأم، لأنه الطفل متبلد قدامها وبارد، صحيح، ومش مؤثر عليه خالص، تبقى هي عمال يعيني الحرارة بتاعتها عالية قوي وعمال بتزعق أو بتنفعل، وهو ولا هو هنا. طب معلش، احنا وصلنا للمرحلة دي نعمل ايه عشان نرجع تاني؟ نرجع تاني لحالة التفاهم بقى، وبالراحة وبالهدوء وبالابتسامة وبالضغط على انفسنا. يعني دايما حاله الانفعاليه بتنشا خارج عن اراده الانسان، لان محدش بيقول لنفسه ازعل ولا افرح ولا اتبسط ولا ازعل، لكن بيبقى السيطره هنا مش سيطره الانسان ان هو ما ينفعلش، سيطره الانسان في التعبير عن الانفعال. يعني ممكن تبقى الام في قمه الثوره الداخليه، بس نقول لها سيطري في التعبير عن الانفعال، فرغي الشحنه دي في اي حاجه تاني. انت عارف حضرتك مثلا في اليابان كل مؤسسة فوق كده في السطح او في مكان فوق حاطين نماذج كاوتش للمديرين، فلما الموظف بيتضايق قوي من المدير بتاعه يطلع فوق ويقعد يتكلم معاه، يشتكي له ويتعصب عليه، يخبطه، يعمل اي حاجة، فيفرغ سخنة الضغط اللي عنده. يا جماعة احنا ما عندناش اللي الدكتورة بتقول عليه ده، مش موجود عندنا في مصر عشان ما حدش يطور. لا، النموذج الكاوتش
احنا لا عندنا. احنا لو عملناها في مصر هنحط كاميرا واجي اقول لك زعلت الكاوتش بتاعي، انت ايه اللي خلاك تزعله؟ فهي بنحاول بنقول للام يعني حاولي، او لاي حد بيحس بحاله العنف بنقول له اهدى مع نفسك، حاول تفرغ الشحنه دي في اي حاجه، حاول تحسبها مع نفسك بالراحه، يعني خد نفسك كده وكلمها زي اي حد، لا انت مالك زعلانه ليه؟ متضايقه ليه؟ إيه طيب هبسطك، طب هعمل لك ده، طب انت عايزه ايه قولي لي بس، طب معلش استحملي ده. في الحاله دي لكن جلد النفس عمال على بطال ولا ويلا والحق وبسرعه ومش هينفع وفلان عمل وانا ما لحقتش، وده ده كل نوع واحد اخر من العنف، عنف ضد الذات. بالظبط، لازم لازم يكون في حوار مع نفسك، لازم تكون قادر ان انت تريحها شويه، قادر ان انت تدلعها شويه، قادر ان انت تعمل لها اللي هي عايزاه بدرجه ما، لانه لو ما قدرتش ترضي نفسك مش هتقدر ترضي الاخرين. طب دكتور يعني خليني يعني اكلم حضرتك بقى في حاجه تانية، هو لسه بنكملين العنف الاسري، لكن العنف من الراجل ضد المراه، يعني ساعات كتير من المراه بنشوف ضد الراجل. كملي كملي، عنف اسري بيبقى كده يعني. معاك حق، من الطرفين. اوكي يعني انا شخصيا من الطرفين فعلا. والله سالي الدكتوره كده تقول لك ان حضرتك في نسبه عاليه جدا. اوجع انواع العنف، يعني اكثر انواع العنف وجعا العنف المعنوي اكثر من العنف المادي. العنف المعنوي لان هو بيؤثر على ذات الانسان، فيخليه هو كمان يشعر بالوجع وبالتعب وبده. وفي الحقيقه هنا العنف البدني ربما الراجل يكون اكثر قدره على ممارسته لان بنيته الجسميه اقوى. انما العنف المعنوي لانه المراه دايما اذكى ودايما عندها الهرمونز اللي بيديها قياس درجه انفعال الطرف الاخر. يعني خلينا نعترف ان كيدهن عظيم فعلا، يعني معاك يا شاذلي في الحته دي، لكن ذكاء ذكاء لكن زكاء لكن مش يعني زي ما حضرتك قلتي ان البنيه ودايما العنف بيولد عنف. يعني ساعات العنف المعنوي يولد من الطرف الاخر عنف مادي، وساعات العنف المادي يخلق عنف معنوي. فهنا بنقول رفقا برفقائنا في الحياه، سواء كان زوج او ابن او ابنه او اخ او اب او ام، لانه في الحقيقه دي علاقه لازم تستمر، مش هنقدر. ايوه، ايه السبب يا دكتور؟ يعني ليه بنشوف ده اصلا بيحصل؟ من تحويل الاختلاف لخلاف. يعني دايما السبب قبول انه ما قدرناش نقبل الاختلاف، وفي لحظه تحول الاختلاف بينا الى خلاف. ففي حاله الخلاف كل واحد عايز يجيب الاخر لملعبه، عايز يخليه يبقى صوره تانية منه، عايز يخليه يعمل اللي هو عايزه في مش اللي هو مش اللي الطرف الثاني عايزه. الحاله دي لما بتيجي بدرجه من الذكاء الاجتماعي اللي هو مع احترام الاختلاف، وان انا اوصله ان هو يبقى عايز ده، بتقل معدلات العنف او بيقل فرص العنف. لكن اذا انا كنت حاده، اذا انا كنت عايزه افرض رايي، اذا انا مش متقبله الاختلاف، اذا انا عايزه اخلق نمط تاني من شخصيتي، اذا انا عايزه اللي قدامي يتصرف زي ما انا عايزه مش زي ما هو عايز، اذا انا قايمه توقعاتي عاليه قوي تجاه الاخرين، فمهما يجي لي منهم انا مش راضيه، لان انا متوقعه 1 2 3 100 وهو ما عندوش غير 1 2 3. فهنا لازم نقلل قايمه توقعاتنا، لازم نكون اكثر استجابه لرغبات الاخرين، لازم نكون اكثر تعاطفا مع قدرات الاخرين، ما حملش الشخص اكثر من قدراته في لحظه معينه. لازم يكون كمان عندنا درجه من الحب تجاه بعض، لانه اذا افتقر للحب العنف بيبقى عالي جدا، لو افتقرنا مفهوم الحب ده مش موجود بالقدر الكافي. وبينتشر العنف، يعني العنف ما بيكونش فقط في اطار الاسره، يعني لو في عنف حصل بين زوجين طبعا هي العنف طبيعي ان هو مثلا لما هيتعامل مع حد بره، ما هو يعني في البيت كان كده، فبره هيكون عامل ازاي بالزبط. وهي برضو وكمان هينعكس على الاولاد مع اصحابهم بره، مع زملائهم في المدرسه، وهينعكس على الشخص نفسه على فكره اللي بيمارس العنف ده. هو مش سعيد، هو مش مبسوط، وساعات بيمر بلحظات ندم قوية جدا. يعني حتى المجرم لما بيرتكب جريمة أول حاجة بيندم ندم شديد على إنه هو عملها، تاني حاجة بيحاول يخفي معالم الجريمة، تالت حاجة بيحاول يهرب من مكان الجريمة. فالعنف برضو نفس الحكاية، يعني العنف إنه الشخص بعد ما بيزعق أو بيتخانق أو بيأذي معنويا، لازم لو هو إنسان سوي بيجيله لحظة ندم على ان هو طب انا ليه عملت كده، لا انا ما كانش، يلوم نفسه. المفروض عشان كده ثقافه الاعتذار مطلوبه جدا، لان هي بتقلل من العنف المضاد، لان الشخص اللي تم ممارسه العنف عليه ده بيبقى عايز يرد رد الفعل الطبيعي،
فاذا هنا لجانا لثقافه لنفس الشخص او الاشخاص الثانيه بالظبط. هنا بقى ثقافه الاعتذار وتطيب الخاطر والحنيه بتقلل شويه من رد الفعل العنيف. طب دكتور خلينا نتكلم كمان عن دور المجتمع، يعني خلينا نعترف ان كلنا بنمارس ضغط على بعض خلال يومنا، ممكن انا النهارده جايه مودي مش احسن حاجه فابتدي يعني اطلعه على شاذلي مثلا. لا بيحصل، شفتي في الفاصل ايه اللي حصل. فيعني كلنا وهكذا بتلاقي في الشارع الناس مضغوطه عايزه توصل شغلها بسرعه، ازاي احنا كمجتمع نقدر نوصل يعني بالسلام من النفس كده او مع النفس ان احنا كلنا نساعد بعض ان احنا نبقى اهدى واحسن وننتج اكتر. شوفي حضرتك اللي قلتيه ده كلام جميل قوي، ليه بقى؟ لانه في بيئه اجتماعيه مولده للعنف وفي بيئه اجتماعيه مقاومه للعنف. البيئة الاجتماعية دي لو فيها سلام نفسي وسلام اجتماعي، فيها مودة، فيها حب، فيها تلمس الأعذار للآخر، فيها درجة من الاستقلالية الذاتية والشعور بالقيمة، فما عنديش حقد تجاه الآخر ولا غيرة سلبية من الآخرين، دي بنقول عليها بيئة لامتصاص العنف. طب إيه البيئة المولدة للعنف؟ البيئة اللي كلها ضغوط، اللي كل الناس مركزة على السلبيات، اللي كل واحد شايف ان التاني اخد منه كل حاجة لانه ما فيش معايير بتقول انا استحق او لا استحق، فكلنا شايفين نفسنا ان احنا اصحاب الاستحقاق في كل حاجة وندور على المعيار اللي يقول احنا مظلومين، وبالتالي كل واحد حصل على اي حاجة يبقى هو ظلمنا حتى لو احنا مش معاه في دايرة منافسة. العنف حتى في الفن، الطبلة العالية قوي، الصوت العالي قوي، الحركات العنيفة حتى في الرأس حتى في الحركة، الدراما العنيفة، الصوت العالي، ردود الأفعال العنيفة، الصوت العالي ممكن يولد عنف؟ التكشيرة، يعني الناس بقى عندها بخل عالي جدا في الابتسامة، مع أنه الابتسامة دي صدقة من غير ما نخسر فيها حاجة، يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة. صباح الخير، يعني ساعات تقول له واحد صباح الخير وانت بتضحك يقول لك وعليكم السلام. طب يا عم ما انا بقول لك صباح الخير، دي صباح الخير دي فيها دعوة ان انا بقول لك ربنا يخلي صباحك صحيح خير، يعني صباح الخير دي يعني معناها ربنا يجمعنا بالخير، يخلي صباحنا خير، يخلي ده، فعلى طول يصدمك ان هو رافض حتى التعبير اللي انت استخدمته. فهنا في حاجات كتيرة جدا تعدي بالراحه، كون ان الانسان طماع وعايز كل حاجه ده بيخليه عنيف تجاه نفسه وتجاه الاخرين، ما عندوش رضا. الرضا مفتاح السعاده، والرضا هنا انه انا دايما بحمد ربنا وبقول انا كويس وبكره هكون احسن او اللي عندي ده كويس، ودايما المقارنه بالادنى بتقلل من حاله العنف لان بنبتدي نعذر بعض. المقارنه بالاعلى بتولد حاله غيره وحقد وشعور بالنقص وشعور بالرغبة في الزيادة، فبتعمل توتر زيادة. فدايما بنقول بصي للي أقل منك وقولي الحمد لله إن أنا في ده. طبعا ما فيش حد أقل من حد بشكل مطلق ولا حد أعلى من حد بشكل مطلق، بس لازم نبص للي عندنا ومش عند الناس فنبقى فرحانين بيه، ونبص للي مش عند الناس وموجود عندنا فنبقى مش حاقدين عليه. لا وكمان ابص لنفسي امبارح كنت فين والنهارده فين، فلو انا محققه انجاز معين ابقى فخوره بنفسي لو لسه مكاني. رحمه ورضا بالظبط. حتى دايما اقول لحد حط كده مرايه قدامك وبص فيها، بتلاقي نفسك لو كشرت شكلك هيبقى وحش قوي، لو انفعلت بيبقى شكلك وحش، فبقدر الامكان يبتدي يهدي. لو ابتسمت قدام المرايه تشعر بالسعاده، هتلاقي شكلك حلو او تحس سعاده. ما هي السعاده على فكره الابتسامه بتعدي والضحكه بتعدي والكلمه الحلوه بتعدي، فخلينا نعدي بعض بالحاجات الايجابيه ونقلل السلبيه. عظيم جدا. عايزين من حضرتك بقى، احنا قلنا في الاول ان في روشته كده، فهنلخص الكلام في نقاط سريعه كده في اليوم العالمي للعنف للاسر العنيفه. حاضر. اول حاجه هنقول ادوا وقت لنفسكم، اتصالحوا مع نفسكم، كل واحد يقعد مع نفسه كده ويسالها ويطبطب عليها، بلاش جلد الذات عمال على بطال، طبطبوا عليها، ريحوها، اسعدوها، دوروا على الحاجه اللي بتسعدكم واعملوها، طالما ما بتغضبوش ربنا اعملوا اللي يسعدكم. الحاجه الثانيه لازم بقدر الامكان نكون اكثر ودا ونحافظ على انه اللي يكون بيننا وبين اي حد اختلاف وليس خلاف، ندور على النقاط المشتركه وندخل منها، ندور على الايجابيات ونبص من خلالها. حاجة نمرة ثلاثة إنه الرضا، لازم نرضى لأنه رضا مفتاح السعادة. كل واحد لو شاف المشاكل والمصاعب والنقائص اللي عند الآخرين هيعرف يحمد ربنا ويعرف يرضى، فيكون أكثر سلاما مع نفسه وبالتالي أكثر سلاما مع الآخرين. بلاش العند في العلاقات، بلاش التعصب
في المشاكل. مهم قوي موضوع العند ده دكتور. بلاش الاصرار على السير في طريق ممكن ما يوصلنيش لإيجابية مع الآخرين. المرونة في العلاقات، ثقافة الاعتذار. مش عيب أبدا إن احنا نعتذر لما نحس إن اللي قدامنا حتى لو احنا ما نقصدش بس وجعناه، لازم نقول احنا أسفين. نتعلم نبتسم في وش بعض، نتعلم ندي التحية لبعض حتى لو ما نعرفش بعض. كل الشكر ليك يا فندم. دكتوره هلا، يعني عايزه اقول لك ان حضرتك بكلامك ده والله اديتينا طاقه ايجابيه وهدوء نفسي، وحاسه ان انا احسن كتير. انت جميله والله. شكرا لحضرتك. كنت متوتره في الفصل. شفت وحضرتك جميل وانتم بصراحه يعني جدا. شكرا وجهه حضرتك. جميله ومشرفه لصباح الخير. شرفتينا يا فندم، منورتينا. الدكتوره هاله منصور استاذه علم الاجتماع بجامعه بنها، شكرا جزيلا ليكي يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل.